اليوم في أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز إن الاقتصاد المصري سيشهد نموا خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تراجع التضخم تدريجيا. أظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرا اقتصاديا أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر. توقع كمان المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين. تعالوا مزيد من المعلومات عن هذا الاستطلاع وهذا الموضوع ونمو الاقتصاد المصري مع دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذة شافي، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. يعني أنا دايما ببقى سعيدة لما يكون عندنا مجموعة من الأخبار والاستطلاعات الخارجية، يعني خارج الخبراء المصريين ومن يرون وضع مصر الاقتصادي. فحضرتك قول لنا كيف ترى هذا الاستطلاع والنتائج الخاصة به؟ بتفق مع حضرتك تماما أنه حينما يكون هناك في بارقة أمل في ظل أزمة مشتعلة على المستوى الدولي بالتأكيد بيكون أمر طيب للغاية. بالتأكيد الاقتصاد المصري اللي نجح خلال السنوات الماضية في تحقق طيب دكتور هشام أنا بسمع حضرتك، تفضل دكتور هشام. طيب الخط فصل ويعني ممكن أكيد هنعود الاتصال تاني مع دكتور هشام، ولكن أنا أيضا بتفق بأنه إحنا متابعين بقالنا فترة أنه وضع مصر يتغير كثيرا. يعني دي مش المرة الأولى أن إحنا نقرأ عدد من الاستطلاعات أو أن مصر تبدأ تبقى موجودة في جداول مختلفة، يعني كثيرا من شركات الخاصة. طيب رجع تاني دكتور هشام، رجع لنا تاني دكتور هشام مرة تانية. مساء الخير، ونعاود تاني الحديث وما تراه بالنسبة لهذا الاستطلاع من رويترز. كنت أتحدث عن أنه الاقتصاد المصري اللي نجح خلال السنوات المعدودة الماضية أنه يتحمل أزمات وصدمات على المستوى الدولي، سواء ما يتعلق بجائحة كورونا اللي استمرت لما يقرب من 3 أعوام أو الحد أو الأزمة المشتعلة حالياً داخل اوكرانيا، بالتاكيد صدمات كبيره للغايه. ويمكن الاقتصاد المصري بفعل برنامج الاصلاح الاقتصادي وبفعل انه اقتصاد متنوع وبيكون هدف استراتيجي بالنسبه للحكومه المصريه انها تزيد من قدر التنوع الاقتصاد المصري سواء كان داخليا من خلال الاعتماد على تقريبا كل قطاعات النشاط الاقتصادي او حتى خارجيا في ايجاد علاقات متوازنه ومتنوعه مع مختلف دول العالم، بالتاكيد ده بيعطيه قوه وصلابه. ما يتعلق بالعام الحالي احنا هي نتوقع انه معدل النمو الاقتصادي سوف يقترب من حدود 5.5%، وده هيكون معدل طيب للغايه اخذا في الاعتبار ما يحدث من وضع صعب للغايه على معظم دول العالم. بالتاكيد ايضا الامر الضاغط على الجميع هو معدل التضخم اللي فيها مرتفع في كل دول العالم، يعني بنشهد معدل اعلى للتضخم في الولايات المتحده الامريكيه، في بريطانيا، في المانيا، في فرنسا، اللي هي معظم دول العالم لديها معدل تضخم مرتفع للغايه هو الاعلى يمكن خلال 4 عقود. ومصر هي ليست بعيده عن هذا الامر، بالتاكيد ايضا معدل التضخم شهد ارتفاع كبير خلال الاشهر الماضيه، لكن يمكن بفعل انه الاقتصاد المصري لديه قدر من التنوع ولدينا عدد من المشروعات القوميه اللي تم تنفيذها خلال السنوات الماضيه واللي جعلت من نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من الحاجات او الاحتياجات الاساسيه للمواطنين موجوده. يمكن ما زال بتواجهنا بالتاكيد صعوبه في بعض السلع الاخرى، لكن نتوقع انه الاقتصاد المصري بيتعايش وبنتعامل مع الازمه المشتعله حاليا داخل اوكرانيا واثرها على الاقتصاد العالمي، وهو ده الحقيقه قدر كل حكومات العالم في الظروف الصعبه اللي هيستطيع انه يصمد في هذه الازمه. اتصور انه هيكون بالفعل اقتصاد قوي. تمام، انا برضو يعني عايزه برضو سؤال تاني اسال حضرتك، لانه عندما يكون الجدول فيه عدد من الاسواق الناشئه ومصر موجوده فيه وياتي دايما ترتيب مصر بشكل معقول، اعتقد هو برضو جزء من التقدم ان انت يعني بتحاول ودائما موجود في هذه الجداول وتتقدم يعني خطوه بخطوه. هو يمكن خلال العامين الماضيين من خلال الازمه الخاصه بجائحه كورونا الاقتصاد المصري كان الاعلى نموا في منطقه الشرق الاوسط وكان من بين الاعلى على مستوى العالم، وده الحقيقه اسبابه متعدده زي ما اشرت، التنوع الاقتصاد، برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي هي وضعنا في مكانه جيده، اصبح لدينا احتياطي استراتيجي بنتعامل من خلاله في مواجهه الازمات.
بالتأكيد ما زال الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات الناشئة اللي عندها قدر عالي من المنح وقدر عالي أيضا من المرونة، بمعنى أنه هي الحكومة المصرية بتتعامل مع الأزمات والموازنة العامة للدولة من خلال الاحتياطي الاستراتيجي المتواجد بها بيكون في قدر من التعامل مع الأزمات، أخذا في الاعتبار أنه يمكن يحسب للحكومة المصرية مش قدرتها على الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد الكلي بقدر ما قدرتها في التعامل مع البعد الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين. بالتأكيد ده هدف استراتيجي بتتحرك فيه الحكومة المصرية وملتزمة بيه لأقصى درجة ممكنة، وده اللي الحقيقة يمكن من خلال ارتفاع معدل التضخم على المستوى الدولي بمعدلات كبيرة، لكن الحقيقة يمكن اللي بتستطيع أن تتحمله الحكومة المصرية نيابة عن المواطنين بتتحمله، لكن بالتأكيد حينما تشتد الأزمة وبيكون هناك فيه صعوبات وارتفاعات كبيرة في الأسعار في عدد من السلع بيكون مسألة منطقية أن يكون في جزء بتتحمله الحكومة أو الموازنة العامة أو جزء بيتحمله المواطن. أكيد نتمنى التوفيق وأنه يكون دايما عندنا تقدم ونبقى موجودين طول الوقت بشكل يعني معقول في ظل الظروف الصعبة اللي بتعيشها مصر وبيعيشها العالم أيضا في ظل كل الأزمات الاقتصادية اللي العالم كله بيعيشها. دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.